لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أسل الدموع على القبور وسلمي فالدمع أبلغ من أحاديث الفم، واسفر عسى بالآه تخرج لوعة نشبت أظافرها بقلب متيم، وهين على تفويت نصرتهم بمن، وهين على تفويت من بالضوء تستهدي نجوم المرزمي. أكرم بآل النبي، وهل ترى في الدهر مثل بني النبي الأكرم؟ هذا الحسين نحى الطفوف بثلة، عد الفتى فيها بجيش عرم رمي، يا
أهل الحفاظ، أهل الحفاظ، فأين عن حلباتهم في كربلاء ربيع بن مخدم ورد المنون، ورد المنون على الظما كأنما كانوا رواة، وهو عطشان ضمي ثبتوا بعز، ثبتوا بعز دون أدنى ومضة يندك منفطرا شموخ يلملمي إن لم أكن فيهم فهذه أدمعي تجري على أجداثهم كالعندم أسمعت في الأحباب، أسمعت في الأحباب مثل حبيبهم شيخا ولكن عزمه كالضيغم بينا يقاتل راح يجري دمعه وأقام للحوراء أعظم مأتم ينظر لها وهي تسأل فيهم من ينصر، من ينصر أبا عبد الله، لا تخلوا وحيد من ينصر المولى الغريب بلا حميد. يا ليت قد نظروا لها من بعده صار بزينب من بعد الأنصار وبعد مقتل الحماة. حقا حبيب لقد رأتك معلقا بلبان الفرس تضرب بركبتيها. حقا حبيب رأتك معلقا ومتونها السوداء تشخب بالدم. حقا حبيب على بعير ضالع حملا شدات
حملت وشد جيدها والمعصم يقول نافع كنت أمشي خلف الحسين في ليلة عاشوراء وكنت أخاف عليه من أن يصيبه أحد الأعداء وكنت أراقبه من بعيد فمشى الحسين نحو خيمة الحوراء زينب وقف على باب الخيمة رأته الحوراء زينب قالت أخي هل اختبرت نفوس أصحابك هل رأيتهم أهم معك أهم مقاتلون معك يا أبا عبد الله قال نعم اختبرتهم ورأيتهم يستأنسون بالموت كاستئناس الطفل بمحالب أمه نافع يقول سمعت هالكلام هذا ركضت إلى حبيب قلت له حبيب الحوراء زينب خائفة منا خائفة أن نترك الحسين صاح حبيب يا أهل الصفاء ويا فرسان الهيجاء خرج الأصحاب جميعا يلبون نداء حبيب وينادون لبيك حبيب خرج العباس حاسرا رأسه بلا عمامة يقول لبيك عمي حبيب قال حبيب يا بنو هاشم ارجعوا أريد الأصحاب أخذ الأصحاب مشى نحو خيمة الحوراء زينب شي يقول لها حبيب شي يقول للحوراء زينب يقول ليش طلقنا النساء وعفنا الديار كون حق أهل المجد نجري له نجري حق المرتضى وحق البتول جمعت فرسان شاب وكهول قالت الأنصار يا حسين اش تقول صحبتك لو هاشم تبديلها قال تبتدي انصارنا وسالت العين وهز حبيب العلم عد وجه الحسين اليوم دون الدار والسيد الدين اليوم الهموم العليك نزيلها نزيل كل همك ونسكن دورها ونورد الكوثر ونحظى بحورها تاب الكوف وشما كثار مكثورها بالسيوف الماضيات نشيلها قال الزينب رحمكم الله يا أصحاب ثم نادت يا أهل الشام هذا محلكم وللموزمات
تذخر هممكم، ما هم ناس بيكرام منكم، تخلون بالذلة حرمكم. عند ذلك سمع العباس كلام الحوراء، قال: يا ابنة فاطمة، أتضامين وأنا موجود؟ قالت: يا أخي لا تلمني، أرى قلتكم وكثرة العدو. يا ابن والدي قلت الحيلة، يا خو جليلين، والحروب ثجيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.